دابا هذا المشكل باقي عندنا في بعض المنخرطين خصهم اما يوعاو شويه ولا يقراو شويه ولا يوصلوا لواحد لواحد النضج باش نحيدو حيد. الحمد لله الجمهور ولا تتقبلوا الهزيمه. انت شوف تبارك الله نهار الفتح تعادلوا, شوف شحال ديال الجبهه مشات الفاس. ودابا بالنسبه للمقابلات الجديده انا اتصلوا بالاخوان تاع تاع لي زيل طاوكشي والكرين بغا يدير واحد التيفو وخايفين ما يجيوش الجمهور. انا قلت لهم انا نتصل بالمكتب على الاقل يدير واحد الثمن رمزي باش الجمهور باش يحفز. فهمتي حنايا تنبغيو الفرقه ديالنا حيت هذوك الحياحه راه ما عندهمش غرض, ماشي محب. ما نصنفوش من خانه المحب. المحب هو اللي تمشي يدي بلاصه ب 50 درهم باش تمشي حتى يدي بلاصه حتى الاكادي ولا عنده 50 درهم. شوف طوق باش توصل باش تياكل باش ترجع. كنا هو هذا المحب هو الحياح كيمشي 5 ايطوال. حياح راه ماشي ماشي 5 ايطوال, ماشي تمشي قبل تمشي قبل باسبوع مخلصين عليه لوطيل وكل شيء. ولي هذا الشيء غي ان شاء الله ان شاء الله غير تحارب هادشي. انا نجي عند السي سمير فتحي, نتوما كجمعيه فشنو شنو الدور اللي تلعبوا الجمعيه في الحمايه ديال الفريق ديالها من الحياح؟ لا انا كان غادي نتكلم على الحياح ولكن ماشي بالنسبه للفريق الجيش. لا لا الجيش حنا عارفين لان بحال اللي قلت قبيله هو مؤسسه ما يمكنش الجيش بعيده على حنا عارفين ما يمكنش اي واحد مؤسسه ولكن يمكن 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 الجيش الملكي يكون يكون عندها الحياح في الملعب, ما غيكونش عندها في لي زونطريمون, غيكون عندها في, في في القهوه مع اللعاب مع المدرب يتبعوا. كاين 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 اوجه ديال الحياح نلقاوها في بزاف الحوايج ولكن كيبقى الفريق الجيش الملكي فريق شويه منغلق, مؤسسه منغلق, ما تقدرش تعرف عليه بزاف الاشياء. حنا انتوما دور الجمعيات, حنا 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 على ظل هادشي اللي كتقول الاخ عادل, الجمعيه ديالنا كيبقى الدور ديالها منكب على الامور اللي كتهم الجمهور. حنا كنتكلفوا الامور اللي كتهم الجمهور وكذلك بعض المرات لتضوي يعني الراي العام, لتنوير الراي العام بالامور اللي كتدور في فريق الجيش الملكي حسب يعني الامكانيات ديالنا. كنشوفوا ما يدور في في في, في الفريق وكان عبر وسائل الاعلام ولا عبر الانترنت كنحاولوا نبلوا ما ما, ما 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 يجري في فريق الجيش الملكي. باش نرجعوا للقضيه ديال الحياه حالنا, ربما نقدر نتكلم انا ماشي كمحب ديال الجيش الملكي انما كمحب ديال كره القدم في المغرب. كرة القدم فيها مصالح, فيها مصالح مادية وربما مصالح ديال السلطة. إذا لا وعلى ظل القانون ديال المنخرطين فما يمكنش ما يبقاش الحياح, لأن أي واحد اللي ما عندوش أخلاق واللي ما عندوش حب لهذاك الفريق, لأن اللي عنده حب للفريق ما يمكنش يشوف الفريق ديالو كينهار وهو كيزيد وهو كيعاون في انهيار ديال الفريق ديالو. فإذا هذاك ماشي محب, هذاك كيقلب على مصلحة شخصية, لأن بحال اللي قلت كاين فلوس دايره في الكره وكاين السلطه على 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 على, على, على مستوى المدينه ولا ربما حتى على مستوى الدوله. اذا الناس كيجيو كيقلبوا, فاش كيخرج شي واحد من المكتب كيبقى متعطش لهذاك المكتب باش يعاود يرجع له باش يعاود يستافد منه. فاذا كيدير جميع ما يمكنه باش يعاود يرجع الى ما رجعش هو كشخص كيرجعوا صحابه هما اللي كيبداو يتساعدوا معاه. فانا بالنسبه ليا هذا القانون ديال المنخرطين هو السبب ماشي ديال الحياحه انما ديال القوه اللي عند الحياحه. لان المنخرطين انا بالنسبه لي قلال بزاف بالمقارنه مع المحبين ديال الفريق. كتلقى الفريق عنده محبين اللي ربما يقدروا في نهار واحد يدخلوا 50,000 وعندهم منخرطين بهم 100 ولا 150 وهما اللي كيقروا بالنسبه لهذاك الجماهير كامله وهذاك الفريق كامل. بالنسبه لي هذا ما يمكنش, كاين واحد عدم التوازن. انا بالنسبه لي كان احسن ولكن كنت انا رئيس ديال شي فريق من الفرق خاص بحال داكشي ديال لي سوسيوس ديال برشلون ولا هذا. انا شوف البارسا, شوفوا حدانا الاهلي الزمالك ترجي الناس عندهم انتخابات كدوز في النهار بحال انتخابات تشريعيه ولا الناس عندهم 80,000 90,000 100,000 منخرط. فاذا الاخ عادل الا كان في المثال انا ما غاديش ندير 5,000 درهم ولا 10,000 درهم ولا 15,000 درهم باش نعطي لواحد النخبه ونخلص عليها باش تجي تبقى تسير الفريق وتسير الفريق ال 50,000 ولا 100,000 اللي كتحب ولا جوج الملايين في على حسب. انا غادي في الميدان داك تاع شنو يمكن دير منخرط يخلص 50 درهم ولا 100 درهم بحال في جمعيه 50 درهم 100 درهم ويجي يصوت في الوقت اللي غادي يكون عندي 50,000 غادي تصوت وغادي نعرف بان هذاك الاغلبيه هذاك الرئيس اللي داز في المثال ب 30,000 صوت. واش غادي يجي 50 صوت
اللي غادي يجي المنصه الشرفيه غادي يحيدوا ما يمكنليش يحيدوا لان هذاك السيد هذاك عنده المشروعيه عنده المشروعيه ديال 20000 عنده ديال الاغلبيه فاذا حتى واحد ما يقدر يحييه عليه ما يقدرش يحييه عليه عليه شي واحد واكثر من هذا الا صوتنا عليه في المثال حنا 25000 ولا 30000 هذه يقدر يوقع حتى في الجيش الملكي على بين قوسين لان الجيش الملكي راه فيه مئات الالاف ديال العسكريين يقدروا يتم ينخرطوا في جمعيه الجيش الملكي جمعيه الجمعيه الرياضيه للفريق الجيش الملكي سي نورمال اذا في الوقت اللي غادي هاد الناس كلهم ينتخبوا عليه ونجي انا نبغي نحيدو غادي خصك عاوتاني تجمع 50000 ولا 60000 ولا شحال باش عاود تصوت عليه ما يمكنش هذه ماشي مساله اللي يمكن نديروها بين عشيه وضحاها في الوقت اللي الحياح يقدر يبقى حاط شخصيا على هذاك الرئيس ولا على ذاك المدرب ولا على اي واحد يبقى حاط عليه في داره كيقصدو هو بوحده شخصيا كيطيحوا هادشي اللي شفنا في الكوكب وفي الوقت اللي كيطيحوا راه ما كيطيحش الشخص هو بالنسبه ليه الحياح طيح شخص ولكن هو راه طيح الرمز ديال واحد الفريق وديال واحد المجموعه ديال المحبين اللي السوفر فهمتي يعني واحد المجموعه كبيره ديال الناس اللي كتبقى مصدومه من داك الشيء هذا نعم اذا هذا حل غادي نرجعوا هذا كيبقى حل اللي قال السي سمير ان نوسعوا الدائره ديال المخالط ونبدلوا هذا القانون ديال المخالط لان هذا القانون ديال المخالط هو اللي كيزيد في الحياحه وكيكثر منهم لانهم فئه صغيره كتولي تحكم في فئه كبيره في المصير في المشاعر ديال الفئه كبيره نعم اذا المستمعين الكرام غادي ناخذوا فاصل بعده نواصل رجعنا معكم مستمعينا الكرام دائما على امواج راديو مارس خدينا رأي ديال السي سمير هو توسيع العدد ديال المنخرطين في العطفة فريق كبير عنده 50 و60 ألف محب غادي ياخذوا غير منخرطين ونديروا لهم 10000 ل 15000 درهم وناخذوا غير النخبه منهم نحاولوا نوسعوا الدائره نخليوها كاع الناس بثمن رمزي وهما اللي يقدروا يسيروا الفريق ويكون رأي موحد ديال الأغلبية. سي مصطفى فريق الوداد البيضاوي بحال الرجاء بحال فريق جيش بحال الفرق ديال المغرب كيعانيوا بشكل كبير من الحياحة. الحياحة الآن في هذا الوقت هذا ولو عندهم تأثير كبير على كرة القدم الوطنية ماشي على مستوى الجمهور ولا على النتائج على مستوى المكتب على مستوى الرئيس على مستوى بزاف ديال الحوايج. واش انت كتشوف بانه المحب ديال الفريق عنده وسائل باش يعبر على داك الشيء اللي باغي ولا كتشوف بان دا فهاد الفراقي هادو فهاد مع هاد الرؤساء ومع هاد المكاتب المسيره راه خصهم غير خص الواحد يجيهم بالقوه لان الا ما كنتيش وما فرضتيش السلطه ديالك وما فرضتيش الحب ديالك بالقوه راه حتى واحد ما يتسوق لك المنخرطين ماشي هما اللي كيتحكموا في فريق الوداد حيث الوداد فريق عريق وفريق اللي كنعرفوا المحبين كل فعاليات الوداد دابا كتتحكم في الوداد علاش لان الوداد فريق كبير وانا كنعيش نفس الطريقه كنعيش برشلون وشفت المنخرطين ديال برشلون كيخلصوا من 70 اورو 70 اورو هي 14000 ريال ولا 15000 ريال ديالنا وكاين 130000 منخرط في برشلون 130000 منخرط ب 70 او 75 الف فرانك ولكن كلهم كيجيو للاقتراع وكيصوتوا على الرئيس اللي بغاو وكيندوا بالفريق وكيوصلوه للهدف اللي غادي ليه وتابعين الرئيس ديالهم الا دوز الرئيس مثلا 4 سنين و4 سنين الثانيه كيتحيد من الرئاسه تما برشلونه قانون كيتحيد من رئاسه برشلونه واخا يكون دار لهم اللي دار جاب القاب ما خلى ما دار حنا لابورتا دا كل شيء وسال الوقيته ديالو الله يعاونه لان الطريقه اللي كاينه في نقدوا نوصلوا لهذيك الطريقه اللي دايرين مثلا برشلون او ريال مدريد او وكيكون ثمن رمزي لهاد الناس هاد المحبين هاد الناس المحبين ويكون ثمن رمزي ديال 1000 درهم ولا وما تكونش مليون ونص ولا مليون ولا جوج المليون اللي كيبغي بحال هاد الطريقه باش يقول لا خصنا نديروا القد ولا نوصلوا على 5 المليون ولا 10 المليون ولا إذن باغي يبقى ديما كيكسب السلطة في الوداد حنا ما كنقولوش حنا المحبين وكلنا الحمد لله شعب واحد مغربي كل شيء خص الفريق اللي كيبغي شي فريق يبغيه من قلبه وما يكونش تحياح وتكون المصداقية في الفروق ويكون بزاف الحوايج اللي خصها ترجع باش تعطينا ديك الكرة المغربية اللي كانت بكري ترجع يرجعوا اللعابة الكبار ويرجعوا حيت دابا كنشوفوا بان حتى الجمهور شوية كيأثر على كيدخل العاب دابا الجمهور
اللي كاين دابا الواقع اللي كاين دابا في كره القدم الوطنيه، الجمهور اللي بغى يحيد المدرب يحيدو، غيتجابعوا يمشيو وحده دارو يسبوا ويعيروا ويخلعوه ويمشيو عند الرئيس يحيحوا عليه يقدم الخلعه يمشي في حالاته في نورمال. ولا الجمهور دابا كيتحكم في الرئيس، كيتحكم في المدرب، اللعاب كيدير عليه لا بريسيون. ولا دابا ماشي الجمهور، حنا كنهضروا على الحياحه ولاو الان عندهم سلطه في اتخاذ القرار، ولاو كيأوريونطيو الرئيس، يأوريونطيو المدرب، اللي المدرب غيجيبوه اللي ما يديو. ولا مشكل كبير. غادي ناخذوا بعض المداخلات معنا، بعض الاراء. ناخذوا معنا سي بادو الزكي، المدرب ديال المنتخب والوداد البيضاوي سابقا. سي بادو الزكي، مرحبا بك معنا في راديو مارس. شكرا الاخ. إذن سي بادو الزكي، عانيتي بشكل كبير من الحياحة، شنو يمكن لك تقول لنا على هذا لو فينومين ديال الحياحة؟ الحياحة هي فئة من الجمهور. الجمهور هما صنفين، كاين الجمهور اللي كيجي كيكون غير كيجي على الفريق تاعو كيبغي نتائج كيشجع وتيمشي حتى لا كيحتز، كيحتز بواحد الطريقة حضارية. الحياحة فهو نوع من الجمهور اللي هو مسخر من بعض الطرف المثيرين، يعني اللي كيبغيو يقلبوا الاوضاع سواء داخل المكتب او لاغراض اللي كيعرفوا غير هما. بطبيعه الحال عندنا ولا كثير، وكيف ما سمعت في المداخله ديالك هما اللي كيقلبوا بعض الاوضاع. لهذا فشكون اللي كيدير هذا النوع، اللي كيدير هذا النوع من الحياحه؟ كيدير المثير، ما كيديرش الجمهور. اما الجمهور الواعي في جميع البلدان ودول المغرب فهو كيدخل كيشجع فرقته، من خاطر كينتقد نقد بناء او كيحتج بطريقه حضاريه حتى لو كانت الاوضاع يمكن زعما النتائج اللي هي خايبه بزاف، ما كتوصل للجريح او ما كتوصلش كذلك الاعتداء الجسدي، ولكن الحياحه هما اللي كيتخلصوا على هذه المسائل، هما اللي كيمكن لهم يبدلوا مسار. لان لا يعقل واحد اللي غادي يمكن له يجازف بالحياه تاعو، يجازف بزاف ديال المسائل علاقه بكره القدم. وتنظن هذه المسائل تعرضت لها السنه الفارطه، وبالاخص في الثلث الاخر ديال الشامبيون ملي كنا حنا صدرين اسبوع الترتيب وبسبب ديال النقاط تلقيت اعتداءات جسديه او محاولات اللي حاولت نصدرها، اللي حاولت يمكن نفلت منها برات الوالدين، ولكن كيجي واحد الوقت اللي كتضرب تنضرب عني انا في هذا الشيء. غدا نصدق انا ضرب شي واحد وتحسب عليا بواحد الشكل، نزق شي واحد غافلني ونزق انا ماشي ضحيه ديال هذا الشيء. بطبيعه الحال قدم استقالتي باش نخرج. حتى واحد ما كان كيامن، حتى واحد كان زكي بان اسمه طرف المسؤوليه. هاد السنه هادي مدرب هو اللي هو دو سانتوس كيقدم استقالته وهو الاول اربع ديال الدورات. ومن طبيعه الحال نفس المشاكل اللي كتوقع له مع بدايه الموسم. هذا بالنسبه لي انا اللي خلق هذه الحياه، خلقوا المثير. سي زكي، ولاد حرفه كيعيشوا منها وكيتخلصوا عليها. نعم سي زكي، فين كاين الخلل؟ واش الخلل في القانون اللي ما كيردعش هذا المسؤول ولا هذا الحياح؟ فين كاين الخلل في النظريه ديالك انت؟ الخلل في القانون اللي كينظم اللعبه. لان الا كان عندنا احتراف غدا ولا بعد غدا ما غنلقاوش رئيس اللي كيدخل كما كنقولوا.